تفتحي له مجالات، والشعب هناك في ناس رجال اعمال فتحوا مجالات للعمل، دي هتحسن العلاقه السياسيه جدا. مهما كانت العلاقات السياسيه ومفيش فتح مجال اقتصادي، الشعب نفسه مش هيحس بيها اللي هناك. فاذا كنت انت مش فاتحه مجال اقتصادي هناك خلاص. طيب احنا لو هنساند للواقع، في فعلا تجارب حصل فيها نقلة نوعية لدول إفريقية ظهر فيها البترول على سبيل المثال، ويمكن حتى كمان لو خدنا يعني حتى يمكن السودان نفسها لو هناخد مثال العملة بتاعتها حصل فيها طفرة على خلفية البترول. إزاي ده ممكن نسترشد بيه في المستقبل؟ يعني إحنا النهاردة لما تيجي أنت في الدول الأفريقية، في دول أفريقية كتيرة ابتدت البترول يطلع عندها، وابتدت إنها تتحسن اقتصاديا كتير، ابتدت تتحسن في العملة بتاعتها، العملة بتاعتها ارتفعت في الفترة اللي فاتت. مثلا الجنيه السوداني كان بكام ودلوقتي بكام، نيجيريا، كل الدول اللي هي دي الأفريقية كان الجنيه مقابل الدولار او العمله بتاعتهم مقابل الدولار كان واطي جدا، دلوقتي عالي في الفتره دي اللي فاتت. احنا لو كنا يعني برضو دخلنا هذه الدول من منطلق الكونستراكشن، من منطلق البترول، من منطلق التحفيز الصناعات، من منطلق ان احنا رجال اعمال بيفتحوا مصانع في هذه الدول، كان زماننا النهارده بنبقى موجودين في الطريق، برضو موجودين على الخريطه من هناك. احنا مش موجودين على الخريطه هناك، يعني في دول كتيره النهارده موجوده على الخريطه هناك، ابتدت تستغل هذه الفرص. قبل ما تيجي الفرصه الصين كانوا موجودين هناك، الجماعه بتوع كوريا كانوا موجودين هناك، كل الناس ديت بتبتدي الحكومات بتساعد رجال الاعمال هناك عشان تقف، عشان يقف على رجليهم هناك. احنا الحكومات ده مش بس الحكومات كمان، يعني البنك الافريقي للتنميه مثلا لما بيحسب جديه الخطى المبذوله بيعرض ايضا دعم من قبله. يعني تجدر الاشاره الى ان رئيس البنك الافريقي للتنميه دكتور اكيلومي اديسينا اشاد بحققته مصر من مشروعات تنمويه في اطار رؤيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعني عرض ان بالتاكيد هيكون في تقديم ل 1.5 مليار دولار لدعم نمو التحولات الايجابيه، وشدد على ان البنك بيدعم مصر في مشروعات تنمويه. انا باخد الموضوع ده الحقيقه مش فكره بس ان انا عايزه اوضح الشهاده الايجابيه بقدر ما يعني اوضح ان بيكون في افق داعم، لكن شريطه ان يكون في تاكد ان في فعلا على الاقل بوادر طيبه لتحولات ايجابيه او مساعي عندنا حقيقيه. عندنا تجربه المقاولين العرب في افريقيا، تجربه المقاولين العرب في افريقيا، المقاولين العرب فاتحه في 26 دوله في افريقيا، يعني فاتحه شركات وفاتحه فروع في الشركات في المناطق ديت، وتلاقي الممثل المقاولين العرب هناك عارف كل الحكومه كلها من رئيس الجمهوريه للناس اللي هم موجودين، بيقدر يعمل اتصالات كويسه وبيقدر بياخد شغل كويس. عندنا شركه اوراسكوم، عندنا شركات كتيره جدا جدا عندها تجارب كويسه جدا في افريقيا. عندنا برضه بعض رجال القطاع الخاص، ما احنا مش عاوزين نبقى الصوره بلاك خالص، لكن احنا بامكانياتنا بال 95 مليون موجودين في مصر، بامكانيات مصر الرائده في المجال دوت كله، احنا بنتكلم ان مصر رائده لافريقيا. النهارده في جنوب افريقيا، النهارده في دول تانية افريقيه ابتدت تبقى موجوده معانا في نفس الخط، فاحنا كان لازم نبقى رواد اكبر من كده، لكن احنا عندنا في فرص كبيره موجوده، واحنا ممكن نعمل فرص، لكن في نفس الوقت طبعا في تحديات، لان في عقبات. من ضمن العقبات انخفاض اسعار النفط، من ضمن العقبات او من ضمن التحذيرات الا تقع بعض الدول في مصيده الديون، لان كان في قناعات خاطئه قبل كده ان يعني ان الاقتراض بيحل المشاكل، علما بان هو بيدخل الدوله في دائره مفرغه من 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 الازمات. ازاي احنا ممكن فعلا نقتدي يعني بتجارب سابقه سواء كانت ناجحه او فاشله، نحن نكرر الاخطاء ونبني على ما تم من انجازات. احنا بنمر بظروف اقتصاديه، العالم كله بيمر بظروف اقتصاديه صعبه، حتى اوروبا بتمر بظروف اقتصاديه صعبه، امريكا. احنا في الظروف الاقتصاديه ان احنا الاقتصاد النهارده العالمي بيعاني من بعض المشاكل. ففي وسط هذه المشاكل نقدر ان احنا برضو بنبتدي بنشوف المشروعات المموله من البنوك الافريقيه، من البنك الافريقي، من البنوك التنميه، من البنوك العربيه، البنك الكويت العربي، من البنوك اللي هي العالميه، من البنك الدولي، ونبتدي نشوف المشروعات دي وتدخل فيها مصر عشان ما تقعش في مديونيات، عشان ما تقعش ان احنا مديونيات وما تسددش. فاحنا لازم برضو في فرص كتيره جدا في وسط هذه الازمه الاقتصاديه، في فرص كتيره موجوده، بس الفرص لازم تبحثي عنها، تبحثي عنها بحث كويس جدا وتبتدي تاخدي الفرصه اللي هي موجوده. على ذكر الفرص اللي حضرتك بتتكلم فيها، واحده من معايير النجاح كما يقول الخبراء والمتخصصين وكبار المسؤولين
هي فرص العمل. يعني في ربط كبير الحقيقة بين ان احنا نتأكد ان احنا نسير على الطريق الصحيح، وان مشكلة البطالة على الصعيد الافريقي على الاقل تحتوى بالشكل المطلوب. الى اي مدى حضرتك بتتفق، وايه الاليات اللي ممكن نتبعها في الفترة القريبة؟ اتفق مع سيادتك 100% في هذا الكلام، ان احنا عندنا عمالة كتيرة جدا، عندنا مستوى مهندسين، عندنا مستوى كذا، بس ينقصنا العملية التدريبية والاعداد للدول اللي احنا دي. لو احنا غزينا العالم دول الجزء بتاع افريقيا بالعمالة المصرية والجزء الخاص بالمهندسين والدكاترة والناس اللي هم متخصصين، بس لازم اعدهم اعداد جيد، ولازم اديهم اعداد جيد ان هم رايحين انهي دولة. رايحين اوغندا، يبقى انا لازم اعدهم اعداد جيد ان هم رايحين اوغندا هيلاقوا هناك ايه، وهيبتدوا الشعب الاوغندي في ايه، وظروف الطبيعة كل احنا ما بنعدش هذا الاعداد. فلازم نعد هذا الاعداد، ويكون في تقييم للناس اللي مسافرة قبل ما تسافر، في تقييم ليهم عشان ما بعدش ناس يكونوا بيسيئوا لمصر اكتر من انهم ينفعوا مصر. انا لازم يبقى العملية منظمة، في جهة تبقى منظمة هذا الاتجاه، واحنا عندنا من الفرص كتيرة جدا جدا، ولازم نبتدي ندرب هذا الكلام، ندرب الناس على الفرص دي، وندرب الناس على انهم يفتحوا مجال عمل ازاي في الدول الافريقية. احنا عندنا من العمالة عدد كبير، عندنا مهندسين كتير جدا، عندنا دكاترة، عندنا كل المهن دي موجودة، بس ازاي ان انا اعدها اعداد جيد انها تشتغل هناك. عندنا فرص ان احنا نكون البوابة بين اوروبا وبين الدول الافريقية. اوروبا عندها التكنولوجي كويس وعندها الحاجات دي، ولكن ما عندهاش العمالة اللي هي تقدر تؤهل للعمل في افريقيا. فاحنا بوابة ان احنا ناخد التكنولوجي من الدول دي، ونتعلم ازاي ننقل التكنولوجي دي وننقلها في الدول الافريقية. احنا بوابة العالم كله الافريقي. وفي كمان افاق ارحب للتعاون بين افريقيا من ناحية وبين الاقتصاديات البازغة، او يعني لو هناخد مثلا الصين، بقت قوة اقتصادية عظمى، لكن يصح توصيفها بان هي دولة عصامية، لان هي قدرت تنطلق تقريبا من نسب ضئيلة جدا حتى وصلت الى هذه الارقام القياسية اللي محققها حاليا. وندرس ايه العوامل اللي اوصلتها لده، وايه العوامل اللي ممكن تكون غيبت دول اخرى لا تقل الثقل وغيبت عن المشهد نظرا لانعدام الاراده يعني، او الطرق الصحيحه، لانهم عدوا الناس بتوعهم اعداد جيد جدا جدا، اعداد كويس جدا، اعداد فني، اعداد اداري، اعداد لانهم يتحملوا اي معوقات في اي حته، بيروح اي بلد بيقعد فيها حتى لو كانت الظروف قاسيه، هو بيخلق الظروف اللي هي الخاصه بيه، وبيخلق الظروف المحيطه بيه انها تبقى كويسه. احنا بنروح عاوزين الظروف تبقى كلها كويسه، لا، احنا لازم احنا اللي نخلق الظروف الكويسه لينا، احنا اللي نعمل المجتمع بتاعنا هناك، احنا اللي نخلق الفرصه الكويسه بتاعه الشغل، احنا اللي نخلق فرص العمل وننقل هذا العمل للجماعه هناك. والتعاون بين الشعوب قد ايه نتعاون، ولازم يكون كل دوله من دول احنا في مكسب، كل دوله كسبانه، وين وين سيتويشن، لازم اديله حته جزء من المكسب وانا هاخد ايه من المكسب. لكن مش رايح اكسب وهو يخسر، او انا رايح اخسر وهو يكسب، احنا الاثنين نكسب مع بعض ازاي نتعاون مع بعض، ازاي نفتح مجالات تعاون مع بعض، ازاي ان انا اشارك الناس دول في المجالات كلها. طيب احنا كلامنا مهندس محمود بيعيد للاذهان حلم السوق العربية المشتركة اللي يبقى بعيد المنال حتى هذه اللحظة، على نفس الغرار او نفس المنطلق السوق الافريقية والمنطقة الحرة الاقتصادية بين الدول الافريقية اللي تبقى حتى هذه اللحظة على الاقل حلم، ازاي ممكن يفعل على احنا الأرض؟ احنا كان اول مشكلة لينا هو مشاكل النقل دي، كان مشاكل كبيرة جدا جدا. النهاردة لما كان بيتنقل طن أسمنت من مصر للسودان كان بيكلف يعني قد ثمنه مرتين في نقله للسودان. النهاردة الطرق الجديدة، الطريق اللي اتعمل بين مصر والسودان والطريق التاني اللي بيتعمل النهاردة والمينا اللي بتتعمل، هتفتح مجال كبير جدا جدا لغاية جنوب أفريقيا. هنبتدي في طريق لغاية جنوب أفريقيا، الطرق دي كلها لو اتأمنت وتشتغل الطرق كويسة جدا جدا، هتفتح المجال ان انا انقل البضاعة بتاعتي، انقل الناس، هتبتدي في تعاون اقتصادي كبير جدا جدا بين الدول. لان انت لو انت عاوزة تخلقي اي فرص عمل، تخلقي الاول الطريق، تخلق الطريق اللي انت تخلق البنية الاساسية. البنية الاساسية فين؟ البنية الاساسية اللي تشتغل عليها، احنا ما كانش عندنا بنية اساسية بيننا وبين الدول الافريقية، فاحنا لازم نخلق الحتة البنية الاساسية، ازاي ان انا انقل بضاعتي، ازاي ان انا انقل الناس بتوعي، ازاي انقل كل الحاجات دي باقل تكلفة وفي نفس الوقت باسرع. حتى لا ننسى، دايما بنذكر ان افريقيا كانت سلة الغذاء العالمي في يوم من الايام، يعني نحن نستطيع. سيادتك افريقيا فيها ثلث ثروات العالم،
من جميع الحاجات، من مناجم، من ثروة زراعية. احنا ممكن نعمل تكامل كامل بيننا وبين الدول الافريقية، تكامل جامل، ان احنا في الزراعة هتقدر تأكلي افريقيا كلها وتأكلي نص العالم كمان من الزراعة في افريقيا. عندنا اراضي زراعية شاسعة مش مزروعة في افريقيا، عندنا في المناجم، عندنا مناجم كبيرة.